الله يكون افضل. يعني ما اتمناش ان شاء الله يكون في اجهاد، لاني ماتشين في يعني ما فيش بيفرق منهم يومين بس، فبيبقوا صعبين شويه، انما ان شاء الله باذن الله نأدي بشكل كويس وربنا يوفق باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد، عايز اسالك سؤال بس، يعني هو انا عارف محرج ليك شويه لكن تجاوبني بصراحه. موضوع منتخب مصر وابتعادك عن المنتخب وانت بتتفرج عن منتخب الماتشين اللي فاتوا مع غانا وساحل العاجل، المستوى ما كانش قوي، اتغلبنا 4-3، يعني ده ما بيزعلكش شويه؟ وانت طبعا عميد لعيب العالم واكيد انت عندك طموح تكون موجود مع منتخب مصر، لكن انت بعيد الفتره الحاليه، واتقال ان في بعض المشاكل شويه مع الجهاز الفني، او يعني زي ما اتقال برضه عشان نبقى صراحه مع كابتن ضياء السيد مثلا المدرب العام. بص يا كابتن كريم، اولا بص انا ما عنديش مشاكل مع حد، عمري ما كان عندي مشاكل مع حد، والدليل على كده الحمد لله رب العالمين ان كل المدربين اللي انا اشتغلت معاهم ما كانش بيبقى فيه مشاكل، الا ممكن بيبقى فيه اختلاف ممكن بس في وجهات النظر. انا ما عنديش مشكله مع حد، انما اكيد طبعا حزين طبعا على حال المنتخب وشكله بالشكل ده اللي احنا ظهرنا بيه، لان كمان احنا تراجعنا كمان في التصنيف، وبعد ما كان انا اعتقد منتخب مصر يعني باسم كبير وما زال لاسم كبير طبعا، انما انا ما عنديش مشكله. انا قلت قبل كده عندي مشكله ان انا ما بعرفش اشوف في حاجه واسكت ما اتكلمش، وانا كدوري كراجل كابتن الفرقه كان لازم ان يبقى عندي تعليقات على بعض حاجات، ممكن ما يعجبش ناس وممكن الناس توصل بصوره خطا. انا ما كنتش عايز ادخل حته المنتخب خالص على فكره، والله انا ما عنديش مشكله، انا راجل بجتهد، سواء المنتخب بعت لي انا اهلا وسهلا، وطبعا ده شيء يسعدني وشيء يشرفني. المنتخب ما بعتليش، كل التوفيق ليهم، انما هو اللي بيزعل الواحد انك انت ما تبقاش موجود لعدم اسباب فنيه، هي دي اللي تزعلك، انما لو الاسباب فنيه بالعكس انا كامل الاحترام للناس بالكامل، انما لو لاسباب اخرى غير الفنيه الملعب. طب ايه الاسباب الغير فنيه اللي انت مش خلي الواحد الاسباب الغير فنيه اللي انت مش موجود عشان من وجهه نظرك؟ يعني والله ما اعرفش، والله يعني انا للاسف انا ما اعرفش ايه الاسباب الغير فنيه. يعني انت لو تفتكر ماتش الزمالك والاهلي الاخير اللي احنا لعبناه، اللي هو كان في الادوار في دور الثمانيه في برج العرب، كلها اشادت بيا بالظبط في برج العرب، والناس كلها اشادت بيا بعد المباراه والكلام ده وكده، ومع ذلك فوجئت ان انا مش موجود في المنتخب، وكان في يمكن نقص كتير قوي موجود في المنتخب وقتها، وما كنتش موجود، ما اعرفش ايه السبب. لما انا النهارده بطلع واقول ان لازم يبقى فيه نظام، سواء مثلا يعني يبقى افضل من كده والكلام ده، والناس خدتها ان انا بنتقد الجهاز والكلام ده وكده، ده دوري. وانت لو تفتكر يا كريم، انت كنت عشت معانا فتره طويله، يمكن انا لما كنت كابتن لمنتخب مصر على مدار حوالي 6-7 سنين، يعني كان في امور تنظيميه انت كنت عايش معانا وعارف ان ده دوري ان انا اقولها، ان الامور دي لازم، طالما انا راجل كابتن الفرقه، ان انا منظمها والكلام ده وكده. انما في ناس ما بيعجبهاش الوضع ده، في ناس فللاسف. هو طبعا حصل، انا ما عنديش مشكله على فكره مع حد خالص في الجهاز، وما عنديش مشكله حتى مع بوب بيضلي اللي بتمنى له كل التوفيق، انما هي المشكله كلها ان الناس طبعا وصلت بصوره خطا. انا عارف طبعا كل اللي وصل له، بس ما ينفعش طبعا يتقال على العالم، لان لو اتقال في كلام كتير يعني في اساءه ليا انا شخصيا. وصلوا له الصوره ان لا، في حاجه غلط طبعا، يعني في حاجات كتير وصلت له، وانا عارف طبعا. طب ليه ما تقعدش مع مستر برادلي يا كابتن احمد؟ ليه ما توضحلوش ليه ما تقعدش تطلب مع مستر برادلي وتوضح له الصوره؟ ان انت برضو مش لعيب صغير، انت كابتن منتخب مصر يعني وعميد لعيب العالم دلوقتي يعني. والله بص، يعني طبعا هي الخطوه دي زي ما الجهاز الفني هو بيسعى لان هو بيعمل جلسات كتير مع لعيبه، اعتقد ان هو كمان كان من الممكن ان لو هو وصل له صوره غلط، او لو حد موصل له صوره غلط، كان طلب ان هو يقعد معايا، وكان طلب ان هو يتكلم معايا، وعشان اوضح له اذا كانت الموضوع ده غلط او صح، وعشان اوضح له مين اللي بيحاول يعني يخلق نوع من انواع ان يشتت المنتخب، ومين الصح. كان ممكن طلب ده، انما للاسف هو ما طلبش ده، وانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. انا زي ما بقول لك، والله كامل التوفيق ليهم وربنا يوفق ان شاء الله. وانا انا انا يعني يعني عشت افضل فترات مع المنتخب، وعشت برضه فترات صعبه مع المنتخب. نعمل الوقت ده وقت صعب في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي كلها، وقت صعب على المنتخب، انما ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم والامور تتحسن وتتحسن بشكل كويس. وزي ما قلت لك، انا بالنسبه لي انا مش زعلان من عدم انضمام المنتخب، لان انا عارف ان الامور مش امور فنيه. لو امور فنيه انا كنت اول واحد احاسب نفسي، واول واحد اقف وقفه مع نفسي، لان فعلا كنت احس ان انا مقصر. انما الواحد بيبذل اللي عليه، وزي ما انت شفت الحمد لله لما تيجي اشاده من 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 مدرب كبير، ومن مدرب كمان الفرقه بتاعتي اللي الحمد لله بيعتمد عليا بصوره كبيره، فاعتقد ان يعني يبقى حق ان انا اكون موجود. انما الاسباب غير فنيه، فدي اللي ما بتزعلش الواحد.
وكمان هقول لك رساله اخيره، اتمنى ان اللي ينقل الصوره، انا النهارده ما انتقدتش حد ومش عايز انتقد والله خالص، وموضوع المنتخب انا قافله بقالي فتره طويله لاني للاسف برضه وصلوا له ان انا بنتقد وان انا بتكلم وان انا بقول اني رغم ان ده زي ما قلت لك ان انا طالما موجود ككابتن لفرقه لو في حاجات غلط لازم اعلق عليها، اللي يوصل له يوصل له مظبوط، يعني اللي يوصل له راجل يوصل له مظبوط ايه الكلام اللي انا قلته صح وايه الكلام اللي انا قلته غلط، وانا ما عنديش زي ما قلت لك مشكله خالص، وكل التوفيق وكامل التوفيق ليهم، لاني اعتقد ان وصول مصر لكاس العالم ده مش حلم حلمنا كلنا ولا 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 جهاز فني ولا لاعبين بس، لا ده حلم مصر كلها وانا واحد منهم اكيد طبعا، يعني بتمنى ده ان شاء الله باذن الله ان يتم ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد حسن، وان شاء الله الامور تتحسن الفتره اللي جايه، وما يعني ما يكونش في مشاكل غير فنيه زي ما حضرتك بتقول. نتمنى ان الكابتن ضياء السيد، كابتن زكي عبد الفتاح يعني يعملوا جلسه مع كابتن احمد حسن، يقعدوه مع الراجل، يقعدوا هم مع كابتن احمد حسن، يعني لو في حاجه مثلا زعل في حاجه يعني الحاجات دي تروح كلها ان كابتن